أنا الأم ديال محسن الدروي، خرج البارح مع 7:15، يعني عادي بحال غادي للمدرسة. لحقت هذيك 12 كنقلب على الدري حيت سيريا اللي خاصو يجي يتغدى، كنقلب ما لقيتوش. مشيت سولت صحابو بأن ولدي تعطل إكما كرة ولا حيت هو كيلعب في الكرة، كيلعب في نادي ميروفوت. مشيت يعني نسول على الوليد، قالوا لي راه ما شفناهش. ملي سولت صحابو قالوا لي راه 3 أيام بأن الدري غايب من المدرسة، والمدرسة ما علمتنيش. تميت غدا الدري بحال خاف، الدري صغير خاف مني، عيط على واحد ولد دربنا هنا قال ليه محسن راه قالوا لنا راه بغى يحرق الدري. انا ما في خباريش، ما علمت على شي حاجة، يعني ما علمت على شي حاجة، ما فهمتش انا الدري. الفكره اللي طاحت لي، ما عندناش هاد الفكره كتروج كاع في الدار، هو خو التويمي يعني هاد الفكره ما عندناش كتروج في الدار. كيفاش هاد الوليد اختي تدار ما عرفتو لا في السماء ولا في الارض. شي معلومات اللي غيعطيو ليا ولدك مشى مع فلان ولا مع فلان ولا ما كايناش كاع بصفه نهائيه، ما كايناش اختي. هاد العلامات ما كايناش، كاين ناس تخيلي انه بيضحك مع عمتو الصباح من يناض عادي وتقولي جوج تفاصر في الكارطابل، يعني هذيك الساعتين اللي غيقرا وغيرجع، يعني شي حاجه اللي ما كاينش. عنده تليفونه اللي سمعت لك كطروج دابا اللي قالوا انه باعو، باش نقول لك شي كلمه اللي هي ما عرفتش، ما هز لا فلوس والو، ما هز حتى شي حاجه، وما عطيتوش حتى فلوس ديك الدرهم ديال الصباح ما عطيتهاش لي، يعني ناض عادي. يقولوا كنسمعوا كان يقول راه غنحرق شي حاجه، ولكن ولدي انا الا خرج غير من الليساس فيتوضر، راه ماشي شي واحد اللي قافز ولا الا خرج غير من الليساس فيتوضر. كيقولوا بانه راه مشى راه وصل. انا باش شي معلومات مشيت لدار هذيك السيده، دقيت على 4-5 ديور من البارح وانا ندق في الصباح، كملت يعني كل اللي كيحل كل اللي ما كيحلش، ما جاوبونيش، ما حل عليا حتى واحد، حتى واحد ما عطاني راس الخيط. انا بغيت غير نعرف ولدي فين كاين، اختي راني مشويه على ولدي ما نكذبش عليك، بغيت نعرف ولدي فين كاين. ما عيطتش كاين عندي حتى شي معلومه، حتى شي معلومه. يلا جيت من الكوميسيريه دابا درت ديكلاراسيون، حتى شي معلومه ما عندي، لحت تصاوروا في الفيس ما عنديش شي معلومه اللي هي. مشيت لمحطة ولاد زيان علقت تصاور، ومشيت لكازابور، مشيت للمرسى الباب واحد، والو ما كاينش الاثار. كل شفتو كيقول لك هاد الوليد ما شفناهش، هاد الوليد ما شفناهش، والو كيقول لك هاد الوليد ما شفناهش. محسنة وليدي الا شتيني انا مزوقه فيك وليدي، رجع لميمتك، رجع وليدي، راني تسطيت وغا الحوايج وخرجت في الزنقه، رجع وليدي، راه ما بقى لي حتى شي حاجه، رجع وراك مريضه وليدي، راك شوتيني في قلبي وليدي، لا مرجع على راه وليدي، لا مرجع لميمتك وانا مسامحك، رجع وليدي وانا مسامحك، والله وليدي ما ندير شي حاجه وراني مسامحك من قلبي، ارجع ليا. مشاكل عادي ديال خوت وكتاب، ما عندناش مشاكل ديال ولدو ديال هو نيت، ما كاينش، كيمشي يلعب كورتو في الوقت ويجي في الوقت، يعني كيدخل من الباب كيقول لي الواليده في الجوع، كيلقى خبيزتو هذا حيت هو مسكين كياكل غدره، كيلقى خبيزتو ماكلتو موجوده، يعني ما عرفت شخصي. كان عنده واحد الفكره ديال الحريك، هادي بزاف كيتفرج دوك الفيديوهات الايجابيين، ما كيتفرجش في الفيديوهات السلبيين، يعني كون كان كيكثر من الفيديوهات السلبيين ما كانش غيجي هاد الفكره اصلا. كيبدا يشوف الناس اللي وصلوا بزاف، غنمشي غنجمع فلوس، غنبيع التليفون، غندير بزاف ديال الحوايج كان كيقولهم ليا. ما هضرش مع ديك الليله، عادي بحال ما كاين والو، جا للدار نعس بحال ما كاين والو، وكنشوفو معاهم اكثريه واحد جوج، يعني غيقدروا هما اللي غيكونوا مشاو معاه. مثلا بحال المدرسه ما كيدخلش، كنقول لها راه كيما انك، هو كيجي كيقول لها لا، يعني هو كيبدا هي كتسيقو، كتعرف كنشوف ليه الملف ديال الغياب، وكنشوف كنلقى منك ملي كنلقى عنده غير كيقول لي لا راه ما دخلتش، راه ما تقولهاش ليها راه غنضرب على الغياب، وهذا غير خرجنا الاستاذ كاملين. كل ما روش كيقول لي الا كنت محسن كتشوف فينا جيل الدار، قول لي راه ماما، قول لي ربك كيبكي عليك، قول لي باك محمد كيبكي عليك، وليدي عيب عليك، عجي ما تخاف حتى من واحد، مرحبا بكم، يا كنا زيدكم من كيلو ديال اللحم، وانا يا كنشرب عليكم خضو عيني وتمارتي، وليدي راكم عارفين كل شيء، تعال بحالك راه داك الشيء راه ما كاين فيه حتى حاجه، راه عير الموت وليدي، وكيحيدوا لك الكلاوي، يحيدوا لك الكلاوي ويلو قتلوك ويلوحوك.